خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع أو رأى كثر أضحى لله تعبده لا يتبع مهيع مبتدع يقف الهادي ويقلده والقلب سليم من مرض يحوي القرآن يمجده يتلو ما يتلو من ذكر يتدبره ويردده بلباس التقوى زينته من لبس السوء تجرده ويحكم ميزان المولى ميزان الناس يفنده وإذا فتن السوء اقتربت ولا واشتد تبعده وإذا هرج قد زلزله فكثير فيه تعبده وإذا الخيرات له سنحت قنص الخيرات تصيده يتواضع لله الأعلى في كل مآل يحمده مثل في الصبر وموعظة ومقيم العدل ومسنده نبع الإنصاف ومصدره.